الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معشر الأفاضل الكرام، سلام الله عليكم أجمعين، وأسعد الله يومكم باليمن والمسرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، في البداية بادئ ذي بدء أزف إليكم أحر التبريكات وأعظم التهاني بمناسبة هذا الشهر المبارك العظيم، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النيران، الشهر الروحاني، الشهر الذي جعله الله عز وجل فيه رحمات وفيه بركات وفيه مزايا عظيمة. هذا الشهر حباه الله عز وجل بمجموعة من المحامد وبمجموعة من الخصائص وبمجموعة من المميزات، ومن بين مميزاته أن الجنة أو أبواب السماء تفتح على مصراعيها، وأبواب النيران تغلق وتصفد الشياطين، وينادي مناد كل يوم وكل صباح: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يريدون الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، في البداية اسمحوا لي أن أقدم لكم نفسي. في البداية، الأستاذ سفيان الشاط خطيب جمعة بمدينة طنجة، وأكتفي بهذا التعريف الموجز. بخصوص السؤال الذي ورد إلي منكم، وهو: كيف يستعد المسلم لصيام شهر رمضان؟ بطبيعة الحال، الاستعداد نوعان، أو الاستعداد استعدادان: استعداد روحي واستعداد بدني. فالاستعداد الروحي من أجل أن يصوم الإنسان أو من أجل أن يستقبل شهر رمضان المبارك، عليه في البداية أن يستعد استعدادا روحيا. الاستعداد الروحي أن يهيئ نفسه لاستقبال شهر رمضان المبارك. وأعظم شيء في هذا الاستعداد هو إفراغ الذات من الداخل من جميع الأوساخ ومن جميع الأضران التي تعلقت بالإنسان طول السنة أو سائر الدهر. وهذا ما يقصد به سادتنا علماء السلوك التخلية قبل التحلية، بمعنى أن يخلي الإنسان ذاته من الداخل أو روحه من الداخل من جميع المعاصي، من جميع الذنوب، ومن جميع الأضرار أو الموبقات. لأنه في هذا الشهر المبارك، من أجل أن يحلي فيه مجموعة من المحامد ومجموعة من العبادات ومجموعة من الصلوات ومجموعة من الدعاء أو قراءة القرآن والأذكار، فلا بد له في البداية أن لا يزيد أو أن لا يفعل تلك الأشياء فوق تلك الأوساخ التي كانت عليه من قبل. فلهذا خصو يزول داك الشيء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لا يعقل أن يصوم الإنسان شهر رمضان وبدون توبة. بدون توبة، لأن أول شيء قلت يبغي أن يفعله الإنسان هو أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا في سائر الأيام كلها، ويتجلى ذلك بوضوح في شهر رمضان. لهذا قلنا آنفا في الحديث الصحيح الذي قاله فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ينادي مناديا كل صباح: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. اللي خصو الخير هلم، اللي خصو الخير قرب من عند الله. الساعة ديال الربح، الساعة ديال الفلاح، الساعة ديال النجاح، أقبل على ربك سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الاستعداد الروحي. الاستعداد الروحي أن يتوب الإنسان إلى الله، مهما كانت ذنوبك، مهما كانت المعاصي، مهما عملت أي ذنب، كيف ما بغى يكون، كبير صغير، كيف ما بغى يكون، حتى الكبائر، بشرط تب إلى الله سبحانه وتعالى. بل أزيدك أن الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، أن يخفف عنكم من ذنوبكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا للمسرفين الذين تجاوزوا في الإسراف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيفما كان نوع هذا الذنب، كيفما كان حجمها، كيفما كانت كتلتها، كيفما كانت عظمتها وزرها، المهم تب إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، بشرط ارجعوا إلى ربكم، تب إلى الله. هذا هو أول شيء فيما يستعد به الإنسان لاستقبال شهر رمضان، هو أن يستعد روحيا، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي النقطة الأولى. ومن كنقولوا التوبة، أش كنقصد بها؟ ماشي كتقصد بالتوبة أن غير الإنسان في علاقته مع ربه، بل في علاقته حتى مع أخيه الإنسان،
مع اخيه الانسان، ربما اذا كان ظلم شي حد ولا تعدى عليه ولا تكلم فيه ولا دالو ديالو او لا شي حاجه، فينبغي ان يتوب الى الله. علاش السؤال؟ علاش؟ لانك في هذا الشهر رمضان باش واخا تصلي وتصوم وتصدق وتعمل ديك الاعمال الحسنه كامله اللي غيضعف لك الله في هذا الشهر المبارك، ما تشبرش وتعطيها له، لانك اذا ما تحللتش من المظالم وما تبتش الى الله، كان عندك شي علاقه شي شنآن بينك وبين شي شخص اخر، ربما ديك الحسنات اللي كتعمل انت هنا كتعطالو في الميزان ديال الحسنات ديالو هو. كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن حديث المفلس، قال للصحابه: اتدرون من المفلس من امتي؟ قالوا: المفلس من فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. هذا تعريف المفلس من الناحيه اللغويه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماشي هو ذاك المفلس، ليس ذاك المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بحسنات كالجبال، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وتعدى ومش لا مسائل. قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته. عندك الصيام وعندك الصدقة وعندك قراءة القرآن وعندك الذكر وعندك كل شيء، ولكن غتجي عند يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى وتحكي هذا ضربته، هذا ظلمته، هذا تعديتي عليه، هذا شاتم، اعطيه من الحسنات ديالك وهذا من الحسنات، اعطيه ديك الصلاه، اعطيه ديك قيام الليل، اعطيه ديك الزكاه، اعطيه ديك القضاء، ديك اي شيء، اعطيه كل شيء. وفي الاخر اذا فنيت حسناتك ولم يبقى عليك حتى شي حسنه والناس مازال كيسالوك، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليك ويطرح صاحبها في النار والعياذ بالله، فتؤخذ من سيئاتهم ثم ترمى عليه ويرمى في نار جهنم والعياذ بالله. هذا هو المفهوم اللي كنقوله بين قوسين: خدم السعيد القاعد او خدم التاعس الناعس. تكلمتي فيه، ضربتيه، تعديتي عليه، ربما هو وانت ما كيصليش، وانت ما تعديتي عليه ولا ظلمتيه ولا شلا مسائل عملتي له وما تحللتيش من المظالم، مفهوم؟ فاذا عملتي هذا العمل راه يمشي في الصحيفه ديالو. لهذا كنقولوا توب، توب إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ومن كنقول التوبة النصوحة هي التي جمعت جميع الشروط: الإقلاع عن الذنب والندم والإخلاص والإصرار بعدم العودة إلى فعل ذلك الذنب وتلك الذنوب. فهذه هي الإنسان اللي يفعل. إذن هذا فيما يتعلق بعجالة سريعة فيما يتعلق بالاستعداد الروحي. أما فيما يتعلق بالاستعداد البدني، هو أن يهيئ نفسه وأن الإنسان وأن يهيئ ذاته لعبادة ربه سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك الكريم. أنه ينوض في الصباح، يتسحر يعني في الفجر، ينوض في الفجر، يقبل الفجر في الساعة ديال السحور، يتسحر ويتزود ويأكل كذا باش يقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى من أجل أن يؤدي هذه الفرائض لله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالاستعداد في عجالة سريعة. أنتقل إلى السؤال الثاني، وهو كان بعنوان: هل العطر حلال أم حرام أو مكروه؟ ولما يجب تجنبه؟ في الحقيقة هذا السؤال، أن العطر عند السادة العلماء، العطر لا علاقة له بالإفطار. العطر من الناحية الشرعية لا علاقة له بالإفطار، لأنه الإفطار أو لأن المفطرات إذا رجع الإنسان إلى أركان الصيام يجد أن من أركان الصيام ركنان: النية ثم الإمساك عن المفطرات. المفطرات هي كل ما يدخل البطن ويدخل الجوف أو من الشهوة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كيف ما قالوا سادة العلماء، هو الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن. إذا هذا فيما يتعلق بهذا الجانب. إذا فالعطر ما كيدخلش من الجوف، وإن كانه يشم أنه رائحة، وأغلب من العلماء قال لك سيدي ما فيش مشكل، ولكن ينبغي تجنبه من الأولى. فليس إذا تعطر من ريحة وكرنية ما فيهاش مشكل، لأنها لا علاقة لها بالإفطار ولا تدخل إلى الجوف ولا علاقة لها بالجوف. وإن كان فصل العلماء فيما يتعلق بالبخور، البخور الإنسان كيبخر العود ولا بشي مسائل، هذا الذي فيه خلاف بين العلماء، وفيهم من منع، فيه من منع قال لك يتجنبه من الأولى أنه يبعد منه، والأولى أنه يتجنبه. أما في العطر العادي فالعلماء الذين منعوا لجانب ولحيتية واحدة، شنو هي؟ هو أن هذا العطر اللي غادي تعمله سواء الرجل أو المرأة ربما يثير الشهوة،
ربما يثير شهوة الطرف الآخر ويحرك غرائزه ويحرك شهواته، وربما قد يفسد على الطرف الآخر شهوة، عفوا، قد يفسد على الطرف الآخر صيامه. فلهذا من أجلها أو من هذه الناحية يمنع ويجب الاحتياط منه أو التحوط منه ويجب الابتعاد عنه. كذلك هناك سؤال في نفس السياق، هل المساحيق ديال التجميل اللي كيعملوا الناس المكياج واش هي من المفطرات؟ ابدا لا علاقه لها. نفس الشيء الذي قيل عن العطر يقال فيما يتعلق بمساحيق التجميل. مساحيق التجميل بحال المره اللي كتعملها مثلا في وجهك، اللي كيعملوا ديك واحد البوماده ديال الوجه، المراهم، او اللي كيعملوها ديال الشمش او شي حاجه، فما فيهاش مشكل. ولكن اقول ان هذه المساحيق اذا كانت ضروري انها ستؤدي الى الفتنه فالاولى تركها. فحال المراه في المكياج غادي تعملها في الدار ديالها مع عائلتها ولا مع هادي ما غيضر شي، ولكن اذا كان هذا المكياج غادي تخرج به الزنقه وغادي تفتن به الناس ويوقع الناس في فتنه وربما تفسد على شخص من الاشخاص صيامه فالاولى تركه. اما في الاصل فيه راه ما عنده حتى علاقه، راه ما كيدخلش ندات المكياج عملتيه في وجهك او مثلا الكحل، حتى الكحل لا، اللهم الا اذا وصلت شي حاجه وصلتنا الحال وكذا، هذيك الساعه كيكون فيها. هناك من العلماء من قال بانه مفطر، وهناك من قال ما فيهاش حتى مشكل، الكحول ما فيهاش مشكل. كيبقى واحد القضيه فيما يتعلق باحمر الشفاه اللي كيعدلوه الناس من سميوها حنايا في الشمال بالعكار او ما يسمى بهذا المعروف. هذا العكار اذا عملته المراه في فمها وثم تذوقته بلسانها ووصل الى جوفها فقد افطرت. إذا عملته هنايا في شفتيها وربما نسات راسها وبدات تحرك لسانها أمام شفتيها ودخل داك الشيء للداخل فهو مفطر، فيجب الاحتياط منه ويجب الابتعاد عنه.